اكل خليه دابا خليه هذا يعطيكم بالسلامة. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق آمين. يا رب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. آمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. آمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. آمين. وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. آمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا موت المسلمين إلا رحمته ولا ميتا موت المسلمين إلا رحمته ولا ميتا موت المسلمين إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات وتلبسنا وتقل موازيننا ونسألك العلا من الجنة. اللهم ارحمنا بالمرحوم فينا. اللهم ارحمنا بالمرحوم فينا. اللهم ارحمنا بالمرحوم فينا. اللهم يا ربي اغسلها بالماء والثلج والبرد. اللهم نقيها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفرها يا الله. اللهم ثبت منطقها عند السؤال. أمين. اللهم ثبت منطقها عند السؤال. أمين. اللهم ثبت منطقها عند السؤال. اللهم يا ربي وفقها يا الله للجواب. اللهم وفقها يا ربي للجواب. اللهم يا ربي وفقها للجواب. واجعل ممن يقولون ربي الله وديني الاسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول. اللهم يا ربي اغفر لها وارحمها وتجاوز عنها واكرم نزلها وطيب تراها. اللهم ارحمها برحمتك الواسعه. اللهم اجعلها في جوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقها من حوضه شربة لا تظمأ بعدها أبدا. أمين. اللهم يا ربي اغفر لها وارحمها واسترها وأكرمها يا الله. اللهم أبناءها يا ربي وفقهم الصبر والسلوان. أمين. اللهم وفقهم الصبر والسلوان. اللهم وفقهم للصبر والسلوان. أمين. اللهم اجعلهم كاليد الواحدة. اللهم لا تجعل الشيطان نصيبا بينهما. اللهم ألف بين قلوبهما. أمين. اللهم اجمع شملهما على طاعتك ورحمتك. أمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. أمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يرحم الله عز وجل آمين آمين.